موقع الشيخ براك الشمل. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إلهنا إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ننال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لمن صام وقام معنا في الأعوام الماضية، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لك في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من لا تراه في الدنيا العيون، يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون، يا من لا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث. اللهم لا تحرمنا رؤيتك في الجنة، أرنا وجهك الكريم في الجنة، أرنا وجهك الكريم في الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا. اللهم اجعل الملتقى الجنة، اجعل الملتقى الجنة، الجنة الجنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم يا من هو قريبا ليس ببعيد، يا من هو قريبا ليس ببعيد، يا من يستحي أن يرد يدي عبده إليه صفرا، يا من يسأل ما قل وما كثر وما عظم وما حقر، يا من يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. اللهم تقبل صيامنا، تقبل صيامنا
قيامنا وقيامنا ودعاءنا ودعاءنا ودعاءنا. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر إخواننا المرابطين في الجنوب وفي كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم واحفظ لنا رجال أمننا وقواتنا وجيوشنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح شبابنا شباب المسلمين، أصلح شبابنا شباب المسلمين، خص بالصلاح منهم الحاضرين، اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا نساء المسلمين، خص بالصلاح منهن الحاضرات، اغفر ذنوبهن واستر عيوبهن، واجعل حجابهن حجابا لهن عن النار. اللهم ارزقهن الزوج الصالح، وارزقهن الولد البار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من موقع الشيخ براك الشمري www.bالشمري.com.